اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج تثقيف صيدلاني. اليوم بدنا نحكي لكم كيف بدنا نحارب شيخوخه البشره مع منتجات يوسرن. بس قبل ما نبلش اشتركوا بالقناه، فعلوا جرس التنبيهات حتى توصلكم فيديوهاتنا اول باول. يلا نبلش. ما معنى شيخوخه البشره؟ هو تقدم البشره بالعمر التي تظهر على شكل خطوط وطيات على سطح البشرة بسبب قلة إنتاج الكولاجين والإيلاستين والهالورونيك أسيد. فالبشرة الشابة تكون على شكل بناء مرصوص يحتوي على الكثير من الكولاجين والإيلاستين والهالورونيك أسيد، لكن بداية من عمر 30 يقل إنتاج هذه المواد، بالإضافة لأن يوجد هناك عوامل داخلية وخارجية تؤثر على البشرة. بالنسبة للعوامل الداخلية فهي التقدم بالعمر، الجينات، بعض الأمراض الوراثية التي تؤثر على الوظائف الحيوية. أما بالنسبة للعوامل الخارجية فمن أهمها الشمس، فهي تؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على سطح الجلد وتسرع في شيخوخة البشرة، بالإضافة إلى التلوث، التدخين، قلة شرب الماء، الغذاء الغير صحي. وتبدأ ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد في المنطقة تحت العين، وذلك بسبب رقة الجلد في هذه المنطقة، بالإضافة إلى ظهور خطوط عمودية بين الحواجب، خطوط أفقية على الجبين، بالإضافة إلى ظهور خطوط أنفية شفوية وهي تسمى الخطوط الضاحكة. أثبتت الدراسات السريرية أن استخدام المنتجات التي تحتوي على مادة الهيلورونيك أسيد تزيد من سماكة البشرة، تحارب علامات التقدم بالسن، بالإضافة إلى أنها قد تغني عن استخدام الحقن في العيادات الطبية. هذا ما اعتمدته شركة يوسرن في مجموعة محاربة التقدم بالعمر يوسرن هالورن فيلر، الذي اعتمد طبيا رقم واحد في محاربة علامات التقدم بالعمر. خليني أحكي لكم على أحدث منتج من هذه المجموعة، وهو يوسرن مويستر بوستر، الذي يكون على شكل جل يحتوي على 11 مكون أساسي، نوعين من الهالورونيك أسيد حتى يغطي جميع طبقات الجلد، بالإضافة إلى مادة الجليسرين التي تعزز الترطيب. وقد أثبتت الدراسات السريرية أنه يعزز الترطيب لمدة 24 ساعة، بالإضافة إلى امتلاء البشرة. أما المنتج التالي بدي أحكي لكم عنه هو النايت بيلينج أند سيرم، مزدوج الفعلية، وذلك لاحتوائه على مادتين. المادة الأولى ألفا هيدروكسي أسيد، إحدى أحماض الفواكه اللي بتعمل تقشير ناعم لسطح البشرة. أما المادة الثانية تحتوي على نوعين من الهالورونيك أسيد حتى يغطي جميع طبقات الجلد، التجاعيد الخفيفة والعميقة. قد تم دراسة سريرية على 150 سيدة بعد استخدام هذا المنتج لمدة 4 أسابيع، كانت النتائج بشرة مشرقة مضيئة مشدودة وممتلئة. آخر منتج بدي أحكي لكم عليه الفيتامين سي بوستر، اللي بالإضافة لإحتوائه على مادة الهيلورونيك أسيد يحتوي على فيتامين سي 10% نقي، الذي يجدد الخلايا ويساعد على إنتاج الكولاجين ويحارب الشيخوخة ويظهر البشرة مظهر نقي ومشرق. أثبتت الدراسات السريرية بعد استخدام هذا المنتج لمدة 10 أيام أن السيدات سوف تجد بشرة مشرقة أكثر، أصغر سناً، مجددة الخلايا، خطوط ممتلئة وجميلة. في آخر الحلقة نربح 4 مشتركين للحصول على منتجات محاربة علامات التقدم في السن من شركة يوسرن. كل اللي عليكم تعملوه أنكم تجاوبوا على سؤالنا اللي بيحكي أذكر 3 أسماء من منتجات يوسرن لمحاربة علامات التقدم بالسن. اشتركوا بالقناة، فعلوا جرس التنبيهات واستنوا السحب. وإلى اللقاء في حلقة جديدة.